الحقيقة مزعج، ما حصل في البرنامج وأنا استغربت 18 يوم ما سووها، وقلت أنا متفائل بس يعني بين يعني مصدق ومكذب أن الشباب إلى الآن ما وقعوا في هذا الخطأ. اليوم يقع الخطأ وبشكل جريء وبشكل كبير، وتعود الأمور إلى منحى مو طيب. الخطأ هذا هو خروج عن الواقعية، خروج عن النص، يعني مخاطبة الكاميرات، يعني كأنك تخيل في مسلسل ها، وفي البطل مثلا يتكلم مع شخص آخر يتسولفون، ثم يقول شفتوا يا شباب، يكلم الكاميرا، شفتوا الآن بسوي له كذا. هل المشاهد بيقبل المشهد هذا؟ مو بقابله. الآن الشباب اللي يكلموا الكاميرات خروج عن النص، نحر الواقعية. المفروض هذول كلهم حولهم براي مخلص، 10-11 دفهم براي، صفهم على البراي. كم واحد كانوا؟ الآن بناخذهم وتشوف. حطونا إياهم مثلا. ما عطفت عطفت يا عيال، أصعد ونزل. ما متحرك من ناحية. اهيب يا برايك. الله يقول صلى الله عليه وسلم. قلت قبل شوي، لكن اخواني اصروا علي داخل انه ارجع واعيد نفس الكلام. انا ممنون جدا. اول حاجه صاحب يعني عدم احترام البرنامج اللي هم فيه. ليش؟ اللي يقول عطفت واللي يقول اين صاحب القرار؟ تدري وش سوى المخرج قبل شوي؟ ياسر طلع يلعب بالكاميرا، زعلان ترى، يبي يفارقهم بس يطلع لوكيشن ما لقى في احد يرجع لهم. اذا رجع لهم كلموا الكاميرا. قلناها ونعيدها ونكررها، من أمل العقوبة أساء الأدب. أطالب من هنا طاولة خذها كاش، صاحب القرار الأستاذ محمد منصور، لقبت بنمر النقد، أتمنى أن تكون نمر القرار. قرابة 11 متسابق، وأبغى سابقة في قنوات الواقع. البرايم مش 6، 11، واثنين يغادرون البرنامج. والله حلوة، والله حلو، جميل، اقسم بالله. انا انت كان هو نمر النقد، ابغاه يطلع نمر القرار، ولا كان نمر النقد اصبح صاحب القلب الرحيم المستهتر اللي سمح بالتسيب والاستهتار. المشكله مخاطبه الكاميرا تراها طالعه من عندنا، بدت من عندنا من قنوات الواقع، من يعني الله يذكره بالخير اباضه، ونشطت في جنتل بين عبارة ورشيد. كلم الكاميرا، ايه، هز الكاميرا، لا، خروج عن يعني الامكانيات هذه. والخسائر بلاش خسائر، والله انا اقول ان اي شخص فتحوا اذانيكم زين، هذا اذا معكم اذاني، اي شخص متسابق حرام يخاطب الكاميرا ابشر بالفشل، وبشرك بالفشل الإعلامي. لا تخاطب الكاميرا حبيبي، إعلاميين كبار 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 إلى الآن في مسيرة الإعلامية ما يطالع الكاميرا. معي أبو حزام، هو استديو بعد، هو استديو، وهو من حقه أن يطالع، ومن حقه يطلب كاميرته، وين كاميرته، ما يسأل عنها. وهذا الإعلامي الناجح اللي ما يسأل عن كاميرته أصلاً، فما بالك إنه يكون برنامج واقعي بني على الواقعية. يعني ما حولك كاميرا، وين الواقعية إذا قلت ها يا عداد وين كاميرتي، هذه كاميرتي صح؟ مهول هنا. كيف يسوي بريك؟ كيف بالله كيف مهول؟ ايش هذا؟ في كلمة قالها ترى ما انتبهتوا لها ناحي. وش قال؟ الفيديو. وش قال؟ يقول للإعداد هز للكاميرا ذا نهوى يبي يتصنع، تدري؟ انزل يصعدي، نسمع بس ما نبي نكرر الكلام هذا الفاضي. انزل يصعدي. يقول هزلي يبي يتصنع، وين الواقعية إذا في تصنع؟ أنا ما أدري صراحة. أنا والله ما أبغى أتكلم في الموضوع هذا، موضوع مستفز. التسيب سيسحب النسخة إلى الهاوية. إلى الهاوية. فأحيانا يعني شوف، أحيانا الأب يقسو على أبنائه وهو عارف أنه قاسي، بس عشان يضبط النظام لابد. التسيب
ممكن ما أدري الأستاذ محمد منصور شاف إنه يكون قال بالبرنامج في البدايات وخليني أكون رحيم على الشباب. ولكن هي أعطيك سر. ولكن هي. اسمح لي أعطيك سر. تفضل. يسعدك. يسعدني. أنا عارف إنه بيسعدك. محمد منصور جاي وجايب الواحد من المتسابقين خصم. يطلع برا خصم ما منه فايده يطلع برا بيدفن بيدفن يطلع برا بد من الاستبعاد يطلع برا يطلع برا هو شوف استاذي الكريم محمد منصور استاذنا ونتعلم منك الكثير ولست انت من نحن نعلمك بس انا بضرب لك مثال وسبق ذكرته وبعيده مره اخرى في مباريات كره القدم احيانا في اول خمس دقائق يبدأ العنف وبشكل زايد صح. عادة الحكام ما يحب يظهر البطاقات أو يطرد لاعب في البداية في البدايات زي برامج الواقع بالضبط في بعض المباريات تلقى الحكم في أول خمس دقائق يطرد لاعب مباشرة عشان يضبط النظام لأنه لما تشوف الأمور بدأت تفرط أول دخولية مشيناها ثاني دخولية ضاعفت العقوبات مو ضاعفتها ثلاثة ضعف كانت ولا يزال التسيب قائم والتسيب بدأ يتسرب من المتسابقين للإعداد بعض المتسابقين قاعد يجيهم معلومات قبل ما احنا نعرفها واحد معلن اسم الفائز ويبدو ان في تواصل بين بعض المتسابقين والإعداد انهينا فقرتنا متسابق طالع يقول انا الجمهور سماني في تويتر بهذا اللقب من وين عرف يلا ما عندك جوال انا اقول في شيء أما يحدث لأنه التسيب طيب. كان من بداية البرنامج وقف لي عند النقطة ذي تفضل احنا ما 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 احنا براحل محمد منصور دايم لكن يا شباب هي بيدكم ترى على فكرة دائما البعض اشغلني ذا العقال دائما البعض يحمل فقرة النقد تنجيم المتسابقين جميل يعني حتى في البزنس واحد ترى كان فقرة النقد يعني ما في قوة بدون تحيز وحتى في سكريبت واحد أوقفت فقرة النقد الشهر الأخير فقرة النقد لا تحملها أنها بتلمعك أنت إذا ما أنت متسابق يعني عندك محتوى ومتواصل المحتوى اللي تقدمه مع فريق دعمك والجمهور معك ولا ترى والله لو نجيب لك كريل لو نجيب لك ونش ما رفعناك ما في أمل لذلك المتسابقين هم نجوم ملاهي نجيب وش اسمه هم نجوم النسخة هم اللي نجمونا حتى حنا الشباب اللي الآن تسوونه في نسختكم أنتم أبخص أنت هذه نسختكم بتخربونها خربوها بتزينونها زينوها المفروض أي واحد منكم يشذ عن الطريق البقية يمنعونه في حدود الأدب ما يخالف تبون تسوون شو تبون تسوون يعني لفت نظر لكن إني أضرب النسخة لا وقفوا مخاطبة كاميرا عطني صدى هذه كلها سماجة عطوني هزاع على بال ما يجي هزاع جاء بسم الله الرحمن الرحيم